بالنسبة لسنة 23 هناك توجه أولا إلى إعادة النظر في مدونة الأنشطة الخاصة بالشباب بحيث أنها تصبح تتماشى مع توجهات وطموحات وانتظارات الشباب، لأنه للأسف الشديد في كثير من الحالات وفي دور الشباب وفي مخيمات الشباب كانت الأنشطة يعني إذا صح التعبير يعني تجاوزها الزمن، يعني سي دي زاكتيفيتي اركايك. الان ولينا رايحين نروحوا الى اعاده النظر في مدونه الانشطه، رايحين نروحوا الى مخيمات شباب موضوعاتيه. قال حبيت تقول باغ اكزومبل دير لانيميريزاسيون ولا تتعلم الانفورماتيك، تروح لمخيم شباب في الولايه الفلانيه. حبيت تدير مثلا تتعلم لي لونغ، تروح لمخيم شباب في ولايه واحده اخرى. نفس الامر يعني نسعوا ليه في بالنسبه لدور الشباب. دور الشباب يعني رحنا الى مقاربه تشاركيه بحيث انه اقحمناها وطلبنا من المجتمع الجمعيات الشبابيه انها تكون فاعل وتكون شريك اساسي في التسيير البيداغوجي وربما حتى في التسيير الجزئي لبعض دور الشباب. الان العمليه راهي واصله لاكثر من 800 بيت شباب يعني تم وضعها تحت تصرف الجمعيات الشبابيه. المعيار هو انه تكون معيارين، يعني انه تكون الجمعيات التي تحمل البرنامج يعني قوي، برنامج مقبول، برنامج يقدم اضافه في المحيط اللي راي فيه، وايضا الجمعيات التي لها قبول في المجتمع نتاعها. يتم وضع التجهيزات الرياضيه تحت والبليطو الشبابيه تحت تصرف تاعهم. نفس الامر راح ينسحب الى الهياكل الرياضيه، لانه ما يخفاكمش باللي قطاع الشباب والرياضه مسوا التجميد في التوظيف كسائر القطاعات، واصبح من غير الممكن انه يلبي الاكتفاء الذاتي والتكفل بتسيير معظم الهياكل الرياضيه اللي هي الان والهياكل الشبابيه اللي تم انجازها بعد 2015. الان اهتدينا انه هذه الجمعيات الرياضيه والجمعيات الشبابيه هي اللي تكون الشريك الفاعل، ولانه هذه المنشات موجهه لهم يكونوا شركاء معنا في تسييرها. هذا في يعني في